السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كنا الأسماء وفيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. نلقاكم في هذا الفيديو إن شاء الله بأحسن الأحوال إن شاء الله، وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد إن شاء الله. يقدر اليوم ولا غدا غيكون إن شاء الله، أنا ما أعتقد نهار الجمعة إن شاء الله غادي يكون إن شاء الله. يلقاكم في هذا الفيديو في أحسن الأحوال. ما عرفتش إمتى غادي باش نرميه ان شاء الله الفيديو هذا باش نشاركه معكم. اليوم غادي نحضروا مع الوصفه ديالنا ديال المقروط، مقروط المقلب. بالفعل كيجي جدا رائع، والسر ديالو باش ما كيتفرتتلكمش في المقله. نبداو على بركه الله. المقادير كنحتاجوا 3 سلايف ونص ديال السميد الرقيق، راه كيتباع في المكادونا على هذا الشكل. هذا هو كل زلافه كتوزن 250 غرام. نحتاجو 3 زلايف ونص. غنحتاجو نصف زلافه ديال الزيت النباتيه، 170 غرام ميه، زلافه عامره 170 غرام كتوزن 170 غرام من الزبده الذائبه. من بعد ما ذوبتها وحيت وصفيتها، كنحتاجو نصف زلافه ديال الدقيق، وهذا هو السر اللي كان باش ما يجيش كيتفرت لكم في المقله. كنضيفو له نصف زلافه ديال الفرز وحده التمر. من بعد ما قبضتو ونقيتو من العظم ودرتو يتفور، من تفور وكلشي حيت معستو مزيان وزولت له داك القشره ديالو وكلشي، وضفت عليه القرفه والماء زهر وشويه ديال الزيت هكذا. ها هي، غنحتاجو جوج معالق كبار ديال الماء زهر، معلقه صغيره ديال الملح، وكنحتاجو زلافه ديال الماء باش غادي نصاوبو. نبداو على بركه الله. هذا ما غنحتاجوش، نخليوه هنا على جنب، ما نحتاجوش دابايا. بسم الله على بركه الله. بالفعل كيجي زوين هذا المقروط، هذا كمعسلة من معسلات رمضان. صوبت الشباكية وسلو، ولكن باش نصور ما صورتش لان يد وحدة وجهة وحدة، لان خصك توري ملي كتقلي وكل شيء خصك توريهم كيفاش. المهم ان شاء الله نوعدكم غادي نشارك معكم واحد الفيديو جميع الاشياء اللي غادي نحضر ان شاء الله في رمضان. انا درت زدت نص، نضيفو الدقيق، ندخلو الدقيق مع السميد هكذا. نخدمو غير بيدينا، نضيفو معلقة صغيرة ديال الملحة. كيقول لكم السر باش ما يجيش كيتفرتت في المقله هو هاد نصف الكميه ديال الدقيق، وكذلك ياخذ الراحه ديالو ملي تجي نصبرو الزبده، نخليوه يرتاح كذلك، ونضيفو له كذلك الماء. ندير واحد الحفره هكذا ونزيدو الزبده. كذلك الزيت، وغنبداو نبسبسو غير بأطراف الأصابع. نتمنى يكون الفيديو واضح، واضح ليكم مزيان، كذلك الصوت. هاد الكميه كامله نبسبسوها غير بأطراف الأصابع بهذا الشكل. هذا نرجعنا من بعد ما دخلنا الزبده ديالنا والزيت هكذا نبسبسناه،
بالطريقة هذه، وناخده ونبقى نحطو هكذا الأطراف ما بين يدينا هكذا كامل، ندوزه على الشكل هذا. ندوزو كامل نرجعو مع بعضياتنا. حنا رجعنا من بعد ما لبسناه كامل، هنا غادي ناخدو جوج معالق ديال ما زهر وغنضيفوهم للماء. بسم الله، هوب، الشميشة دخلات الكوزينة هكذا. هنا غادي ناخدو الماء. الطريقة اللي غادي نديرو هي ما غادي نديروش كلشي على خطا، غادي نديرهم على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى بسم الله، هانتوما شتو شحال درت، هانتوما شحال بقى ليا، ونخليوه على جنب. وهنا غنحاول ندخل داك الماء باش ميتعجنناش. ندخلو هكذا غير بأطراف الأصابع ونخدمو. ندخلو مع بعضياتو ونخليوه يرتاح واحد المده ديال 5 دقائق، ونرجعو عاوتاني نفس العمليه غادي نكرروها على مده على 3 مرات. هنا نغطيو عليه ونخليه مدة 5 دقائق كما ذكرت لكم. انا رجعت معاكم من بعد ما دازت 5 دقائق، انا حولته لهنايا. ما كيعجبنيش نخدم في واحد الحاجه اللي هكذا محلوله، كيعجبني نخدم في واحد الحاجه مسدوده واللي نقدر نتحكم فيها كل واحد كيفاش فاش كيرتاح كيخدم. المهم ها هو من بعد ما درنا هذه الكميه ديال الماء وتشرب لينا، نضيفوا نص الكميه كذلك. ونخليو باش كتعرفوا السميد كيتشرب. نخدموا بالاطراف الاصابع بالشكل هذا. شو باقي يعني كما قلت لكم عدد المرات. كنخليوه يتشرب والسميد راكم كتعرفوا كيتشرب، ونخليوه كذلك لمده ديال 5 دقائق. انا رجعت معكم من بعد ما صاوبته ما بين يدي وضفت له واحد شويه ديال الماء. هانتوما دابايا هانتوما تقدروا تجربوا بحال هكذا فوق سطح العمل، ديروا بحال هكذا وتشوفوا واش غيتحربل معكم بحال هكذا. هاد النتيجه هذه عرفوا صافي ممكن لكم تستعملوه. نغطيو عليه هكذا باش ما يتشربناش كثر، ونبقاو ناخذ نفس الكميه. بسم الله على بركه الله.
نجيبو التمر ديالنا هكذا، غنوجدوه حليبات هانتوما شتو، نوجدو حليبات نصاوبوه هكذا باش نقصو العملية. هاد الشكل هكذا كيما يكون واضح لكم في الفيديو. نص القياس كنمشيو عليه، ونرجعو من بعد نتمنو واضح. وهنخطو ونجيبو هذا هكذا، نسيت ما نضغطناش عليه كيف ما قلتلكم في الاول، نضغطنا عليه ونسدو عليه بحال هكذا. طرف كذلك اخر ونصبو. نشتو كتحمل داك الجنيه ديستينا، رجعو نسدو عليها وصافي. القياس هو هذا، أنا أعتقد نفس القياس لي من ناحية الآخر هكذا. نخلق على هادي، ناخد النص ديال هاد الشيبة الأولى، نحيدو هذا الجنباني، النص يكون ناضي، غير شوية نسقطو هكذا. هذا هو القياس، هذا هو القياس، فهمتو؟ هذا هو القياس. غادي ناخد وغادي نحاول نقشو هكذا كيما يكون واضح لكم في الفيديو، على هاد الشكل هذا. هذا الشكل نفس العمليه اللي قمنا بها، ونحطو هنا حتى نكملو الكميه ديالنا. نعاود معكم واحد الشكل اخر، ها هو نتوما تحاولوا تفنوا في النقش ديالو كيف ما حبيتو. ها هو. السلام عليكم، انا رجعت معكم. السلام عليكم. بعدا رجعت معكم بعد ما شكلت، ها هو المقروط ديال هذه الكميه. هذا نقشتو على هذا الشكل هذا وعلى هذا الشكل، وهذا خليته عادي، هذا خليته عادي. دابا انا وجدت العسل ديالي، ها هي هي العسيله ديالي اللي كنت صوبت بها نيت الشباكيه. وهنا الكسكاس فين نقطروه، وهنا الزيت. من الافضل ديروا الزيت ديال في زيت في كسرونه. بعد ما سخنات لنا، بعد ما سخنات لنا الزيت على نار مهيله، غنبداو باش نصاوبو المقروط ديالنا. بسم الله. اش كنقول لكم، سمحوا لي لان يد وحده ما كتصفقش، فلهذا انا كنحاول نصور. هكذا المهم نقليوه هكذا في الزيت. منين غادي نقليوه هنوريكم اللون ديالو كي غيكون، وغادي نخليوه كنقول لكم الطريقه باش ما يجيش الفيديو طويل. ونخليوه يتقطر واحد شويه، نخليوه يتقطر واحد شويه هنايا، من بعد عاد غنديروه في العسل.
ملي غادي نديروه في العسل ان شاء الله نخليه يتعسل واحد شويه ونحيدو نخليه يتقطر عاوتاني، ومن بعد من جيت تحطيه ولا شي حاجه عاوتاني كديري عليه شويه العسل. هانتوما شفتوا البنات كاع ما كيتفرتت هانتوما. انا كنكمل الكميه نوريكم اللون ديالو كيجي على هذا اللون هكذا. دابا كي غادي تسالي داك الشفشيشه ديالو ديال هانتوما البنات انا باغي كنكمل باقي واحد جوج تقريبا جوج المرات نخلي هانتوما كيفاش كيجي فعلا رائع. تنشوفوا الشكل النهائي ديالو سورتو داك المنقوش كيجي فعلا رائع البنات. السلام عليكم، ها هو المقروط ديالنا بعد ما عسلناه كيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما نوريكم هكذا من الفوق كيجي بالفعل جدا رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه الوصفه تعجبكم ويعجبكم كذلك الفيديو ان شاء الله يا ربي. وما تنساوناش مصالح الدعاء ولايك واشتراك ان شاء الله في القناه. هانتوما البنات نوريكم هنايا هاي هذه وحده عرفتي كيجي فعلا غزال ومعسل عرفتي ورطب هشيش. هانتوما انا شوف كيجي غزال البنات هانتوما تعسيله غزال كيجي فن ان شاء الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه ولا فيديو لاحق ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى فيديو. نسيت هذه معسله هذه مقروط ديال المقله، ولا بغيت واحد معسله جزائريه انا حط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. قنيدلات جزائريين معسلين كيجيو رائعين البنات هما تقدروا تجربوهم بلي متوفر عندك في الدار. بحال مثلا هنايا في عود التمر ما كانش عندك متوفر في الدار تقدري ديري كاوكاو ديري اللوز ديري الحشوه ديالها تقدري ديريهم. كذلك داك القنيدلات كيتجيو فنين. نخلي لكم رابط ديالهم في الوصف.